بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن ثلاثة أصول وأدلتها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله نعزم لهم بس قصاب وغن كتاب başlayınız. Bu kitabın namı El-Usulü Thalâfe, yani üç asas ve onun delilleri. Nâ'm. قبل أن نبدأ في دراسة هذا المتن نسأل عن أسئلة خمسة. Bu kitabın okuştan aldığında biz beş sual sorayınız. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ هذا المتن في التوحيد. لو قال لنا قائل: لماذا ندرس التوحيد؟ ها؟ لماذا؟ En birincisi biz tevhidini niye için okuyunuz? لو قال لك قائل: لماذا ندرس التوحيد؟ اگر برس سنة توحيد نيمي اوچون اوكويسن دسا توحيد نيمي اوچون اوكويسن بيتا بركاز الله لا نعم يقول أمر الله دوزاخ كرنش لأنه أعظم الأوامر وأول الأوامر نعم چونكي بو بولسا الله تعالى نم أن برينشي أمري بيرغي هم شنطق لا بيرغ لانم اشريكي أن چون بيرغ نعم ولا أقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد هم شنطق لا الله تعالى هیچ قندق بر عبادتنا توحيدسز قبول قلمايدو ولا يدخل الجنة إلا موحد جنتك فقط لا توحيدك أمل قلغان كشلا كردو و تكثير الحسنات وتكثير السيئات هم شنطق لا توحيد صواب لانا كوبايتدو و قناه لانا جويدو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بتكل پیغمبر لا والله نعنى الكثير مشنونغا چاترغان سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن شفاعتك نائل بولشقا Bu sebepçi buludu. Hatta la neqa fi şirk. Şirkte düşmesliğimiz için. Naam. Thumma kad yes'alak sa'il. Yekul lek hel ente muvahhid? Bazı bir adam soruş mümkün sen muvahhid mu? Yani tevhid ki emel kılamsın. Tekul naam ana muvahhid. Sen men muvahhid men. Yani tevhid ki emel kılman der cevap bilsen. Yekul lek ma huve tevhid? Bu sana tevhid diyen nimeler soruyordu. İza arafta tevhid. هذا معنى أنك موحد، ولكن إذا لم تعرف التوحيد يقول أنت كاذب في قولك أنك موحد. أجر سن توحيدنا نمي كان لنا بلسان بنم ناس سن حقيقة موحد كان سن يعني سن توحيد كأمر قلوش كان سن أجر توحيدنا بلمسان أم سن موحد ديجن سوزن دا يلغانش سن. ثم قد يسألك أيضا يقول هل أنت مشرك؟ هم سن بلس صورش ممكن سن مشرك مو سن. تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. سام الله عز وجل من مشرك أناس من ديسان يقول لك طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك وأنت تتبرأ من ما هو وصلنا بيدو أمس قيس الشرك شرك دي نما يعني سام أداج دابولو عن شرك ونما تقول أنا لا أدري ما هو الشرك أجر سام من بالما ما شرك نما كان لك ديسان قد يقول لك قد تكون واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه ممكن سام أشو شركتا تربات سام يعني أشو شركنا قلبات سام لكن بالما يوات سام إذا لابد أن نتعلم التوحيد حتى نحقق التوحيد ونتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. شنو شن توحيدنا بس توحيد كأمل قلشمز وشن يبنشمز كلك هم شن نقل الشرك نبس شركة شو قماص لغمز وشن يبنشمز كلك. الآن هذه رخصة القيادة أي إنسان يريد يسوق السيارة الآن لابد له من رخصة قيادة تعطى هذه الرخصة لمن يعرف الأشياء التي لابد أن يأتي بها والأشياء التي لا يمكن يأتي بها. كذلك التوحيد الآن لابد يعرف الأشياء التي لابد منها وهو التوحيد ولابد من اجتنابه وهو الشرك نعم حتى يكون موحد هذا الشيخ ديدو مثلا ماشينن براواسي كيم كي بيلدو اگر адам نيم قلش كيراكليغيني و نيم قلماسلق كيراكليغيني بيلسا اشونق адамга ماشينن براواسي بيلدو شونغا اوخشاش توحيد مو توحيدتا адам نيم قلش كيراك و نيم قلماسلق كيراك اشونو بيلش كيراك ديدو اذا هذا السؤال الاول لماذا ندرس التوحيد Şuna bu birinci sual. Niye üçün biz tevhidini okuyumuz? السؤال الثاني قد يقول لك هذا نعم لا بد أن ندرس التوحيد لماذا ندرس هذا الكتاب الأصول الثلاثة ثلاثة أصول لماذا؟ İkinci sual bazı bir adamlar dedi bobtu tevhidini okuşumuz gerek lakin niye üçün biz muşu kitabını aynen muşu kitabını okuşumuz gerek yani الأصول الثلاثة diyen kitabını نقول لأننا طلاب الطالب لابد في طلب العلم لابد يرجع إلى العلماء في الكتب التي يبدأ بها العلم الذي يبدأ به ماذا يعني كيف يتدرج في طلب العلم بس جواب قائد مسكي بس بوسط علم طلب قلوش الله طالب علم الله
Şunun üçün biz eğer bir nəsə oxumaqçı bolsaq, yəki qandaq oxumaqçı, qandaq oxuyumuz aşını bilməkçı bolsaq, alimlərə qayıtışımız kerek. Və hədi məsələ, yəni, fi sualı ulamə rəbbaniyin, yəni, hiyə bi iznillah təkun معينة على أن الإنسان يسير في الطريق ولهذا بعض الناس ما يصل يعني يتوقف أو يتعثر أو يصعب عليه بعض الأمور لأنه لم يرجع للعلماء الربانيين فيما يقدم ويأخر من طلب العلم شنو için bu şu mesele nihayet muhim mesele alimlara kaytıp alimlardan sorar qanaq oxuşumuz kerek yoki qanaq uygulashimiz kerek çünkü nurgunlagan adamlar ya doğru okumaydı ya bolmasa hata okup kaldı Aşındak nesle köp buludu. Şuna alınma kaytışımız gibi. Nâm. Fil ulema rahimahullah nesahu al-tullab ben yabda al-talib bil-tevhid. Ve evvel ma yabda fil-tevhid yabda bil-usul al-thalat. Şunun için alınma bizge nesihat kılıp vasiyat kıldı ki eğer de adam okumakçı olsa en birinci tevhiddin başlaydı. Kim tevhidle okumakçı olsa muşu kitap yani al-usul al-thalat diyen kitaptın başlaydı. Hala al-akh yoridan yusbih tabib asna mesela. Mesela birisi kişi doktor bulmaya dedi. Eşi asna. Niye mutludu? يشتري بعض الأجهزة ويأخذ بعض الكتب يقرأها ثم يفتح مكان ويكتب طبيب أسنان. بعض الكتابلاني ستفيلب ياكي بعض الناسن ستفيلب دكان يجيب بولدمن شو دكتور بولدمن ده دمدو؟ لا لابد أن يرجع لأهل الاختصاص. أهل الاختصاص يوجهوه لابد تدرس كذا تتعلم كذا 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 ثم بعد هذا يصبح طبيب. يا عندك بوميدو. عدم برينشي أشو ناسن بالجيش لاقي قايتدو. Aşın eserini bilgiçliğe kaydırıp ola onunla deydi bunu okuysan ya ki onu okuysan onu da kılsan bunu da kılsan onun da kiyin kişi doktoru bulamaydı. Naam. Alla sual الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار. Hem de üçüncü sual üç asas dediğimiz ne mi? الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر ما تسأل عنه في قبرك. Üç asas dediğimiz kabirde sorulduğun üç sual. Naam. من ربك وما دينك ومن نبيك هذه الأصول الثلاثة. سيدنا پروردگارم ربم کیم دینم نیم هم شناخلا پیغمبرم کیم مشو بوسا الأصول الثلاثة يعني مش أساس. نعم السؤال الرابع يعني ما هي الثمرة التي نجنيها من دراسة الأصول الثلاثة ما الفائدة؟ تؤتنش سؤال أجر أدم الأصول الثلاثة نقصا قندق فائدة غير شريدو قندق فائدة إيجاب ولا غيره. نعم الثمرة التي نجنيها من دراستنا أن إذا تعلمنا ثم عملنا ثم دعونا ثم صبرنا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه من أعظم الثمرات. بنا فنسى كم كي إيش أساس نوقصا همش نخلق منك أمان قصا همش نخلق منك دعوات قصا وأوق شغل دا دعوات قل شغل دا أمان قل شغل دا صبر قصا الله من إذن الله قبر دك سؤال الله جواب بيرنيد. نعم السؤال الخامس والأخير يعني ما هو محتوى هذا المتن أو إذا أردنا أن نفهرس هذا المتن أو نقسم هذا المتن أو نعرف محتوى هذا المتن. Beşinci ahirki sualımdı. Bu kitap yani Usulü Felâfe diyen kitap kaysu neslerini üst içki alıdı. Eğer biz mesela bu kitabın mundaricisini kıskıcı bilmek için olsak. Hâdâl mehtin yehtevî alâ aqsam khamsa. Bu kitap beş kısımının üst içki alıdı. Beş kısımını. El mesâil el arba. Birincisi tört mesele. El mesâil el thalâfe. İkinci kısmı üç mesele. Limâze nedrosu tevhîd. Üçüncü kısmı nimi üçün biz tevhîdini okuyumuz diyen geçe var. Şerhal usulü thalâfe. Tördüncüsü, üç asasqa, üç asasının şerhi, yani üçündürüsü. Ve hatimet el kitab. Beşincisi, kitabının hatimi. Mesail el arba. Tört mesele. El ilm vel amel ve da'va sabr. O bulsa ilim, amel, davet, hem sabır kılış. Hadi cümle'ti fi suratul asr, mesail el arba. Bu tört mesele hemisi suratul asr'da, yani asr sürüsü de cümlen geldi. El kısmı thani, el mesail el thalata. İşkinci kısım, üç mesele. Hiye gayr el usul el thalata. Bu üç mesele dediğimiz üç asasın başka bir nesne. Yani üç asas dediğimiz başka bir nesne. Tekriben hâlin mesele thalâfe enva'at tevhîd. Bu üç mesele, eğer bunda nimkılıp desek, bu tevhîdin üç kısmı, yani tevhîdin kısımları. Kısmı thâlif, limâze nedrusu tevhîd, ehemmiyet dirası tevhîd, ve teallamu tevhîd, ve teallimu tevhîd. Kitabın üçüncü kısmı, tevhîdin okuşunun ehemmiyeti, yani nimi üçün biz tevhîd okuyumuz. Kısmı râbi, şerhal usulü thalâfe esiretel qabr. Kitabın dördüncü kısmı üç asasının şerhi yani düşündürülüşü. Hatimetel kitab. Beşinci kısmı kitabın hatimesi, ahire. Naam. Yav. Hala es'elehum. Yu'idu mâle akhadın el'an. Yani kayta damla dedi biz hazır diyen nesini. Doğruçu mu? Anadın sonra damla. Doğruçu. Akhadına. Naam. Es'ele 5. Sual el-evvel.
لماذا ندرس التوحيد؟ باش سؤال بريش سؤال نيمي چون بس توحيد اوقيمس لماذا ندرس اصول الثلاثه نيمي چون اصول الثلاثه دي كتابنا اينان اوقيمس ما هي الاصول الثلاثه باختصار مش اساس ديان قسقچا نيما الثمره التي نجنيها من دراستنا الاصول الثلاثه مش اساس نوقسا قنا فايدغا ايجا بولالايمس محتوى هذا المتن كتاب بو كتاب نيمي نيز ايشيغا اغان قلنا احتوى هذا المتن على المسائل الاربع بو كتاب بز ددوق تود مسألة يز تود مسألة نوزش يالغان. المسائل الثلاثة أنواع التوحيد. أنا بكين إيش مسألة نوزش يالغان؟ أنواع التوحيد. أنا بكين توحيد من قسم لري. لماذا ندرس التوحيد القسم الثالث؟ وشينش قسمة نيمو وشين بس توحيد وجنمس. شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. ومن بكين أصول الثلاثة يعني إيش أساسنا شرحيسي شندر قشي. ثم الخاتمة. أنا بكين كتابنا خاتمة آخرة. والله أعلم. الله يخش بالجدور.